بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. اليوم عندنا واحد الموضوع هو ديال السحر المرشوش. بزاف الناس حطوا لي تعليقات على السحر المرشوش. كاينه تتلقى البقايا ديال القطط امام المنزل، تيكون فيهم قالك متبوعين بقليل من الدم. كاينين بعض الناس اللي تيحطوا اسحار، يكون ماشي سحر ولكن باش انهم يوشوشوا على الانسان اللي بغاوه انهم يضروه في الخاطر ديالو، بحال يدخلوا ليه طاقة حالة نفسية، وخا ما يكونوا يديروا ليه والو ولكن تيبغيو يموهوا الامور. يبغوك انك تشغلي بهذاك الشيء، يرشوا العتبة ولو ما يكونش السحر باش انهم يضروك في الخاطر ديالك، وتبقاي غاطسة في المشاكل وغاطسة في الهضرة وغاطسة في الشك. كما قلت لك في التعليق، يكون شك. إذا كان شك خاصني أرمي الملحة كل ليلة أمام العتبة ونخلي اللي على الله على الله. الله إلا ما خافوش من اللي خالقهم، هو تراهم تيشوفهم كيفاش غيخافوا منك. هما غير خاص الإنسان يعتمد على الصبر، قراءة القرآن ورد السحر إلى صاحبه. ديما رد السحر بصورة الزلزلة. صورة الزلزلة راح حطيناها في الموقع بزاف أو في القناة بزاف. حاولوا أنكم تبطلوا السحر وتردوه إلى من سحركم. إذا السحر المرشوش هو باش يتخطاوه الناس وباش يتأثروا في حياتهم، يقدروا يرميوه على مدخل العمارة أو أمام العتبة. تيلما رماوش أمام العتبة، تيرميوه أمام العمارة باش يتخطاه اللي بسميتو، يأثر على الشخص المعين، ينوض عدو الصداع في البيت، ينوض عدو المشاكل، يكون تخبطات، يكون بزاف المشاكل. هو تيتفرج لان هذاك الشيء الا قريتي سورة الزلزلة كل شيء تيرجع عليه، هو تيعيش في حسرة. ولا يفلح الساحر من حيث اتى. ما عمر الساحر تيفلح، ما عمر اللي تيأذي الناس تيفلح، ما عمر انسان اللي تيكون خبيث تيكمل عليه الله. تدعاء ما يتقبلش منه لانه تيأذي الناس. دعاء يدعي او يسبح بلا اله الا الله محمد رسول الله ما تقبلش منه، لانه تيأذي الناس، تيأذي خوه المسلم. اذا الناس اللي تيتعرضوا للظلم او تيتعرضوا لسحر مدخل العمارة او مدخل البيت ديالو، رمي الملح فقط، اما الملحة الصخرية واما ملحة ديال الطعام. يا ريت تشريو صاشية ديال الملحة تكون للغرض بحال هكا. اي حاجة لقيت امام العتبة نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل 7 مرات على كل من آذاني، ونمسحه فقط. نخرج المسحه بالملحة والخل ونخرجه من المنزل، ما ندخلوش المنزل، نخرجه اللحو خارج المنزل حتى يبطل كل شيء. اما اليوم نعطيكم واحد الوصفة لابطال باب العتبة، هي قنينة ماء الورد. قنينة ماء الورد هنحط فيها معلقة كبيرة ديال الحلبة، معلقة كبيرة ديال الملحة، ضفت لها معلقة ديال الملحة كبيرة. انا نخليها اليوم في الليل، نخليها ليلة كاملة. الى عندك عرعار نضيف العرعار. عندي زيت الرقية، زيت الرقية غندير قليل من زيت الرقية في الحلبة والملحة بحال هكا. غادي نوضع الملحة
شيء قليل هكا، ندير الملحه جهد معلقه حركه، وغادي نضيف شويه زيت الرقيه. زيت الرقيه بحال هكا، هانتوما زيت الرقيه، قل معلقه صغيره، وغادي ان شاء الله نخليها ليله كامله. بعد ما غادي نقرا عليها سوره الزلزله 21 مره، سوره الزلزله 21 مره، غنخليها امام العتبه حتى الفجر. الا كنت نصلي الفجر، اذا كنت نصلي الفجر فيها خير، الا كنت نصلي الفجر، كنت نصلي الفجر غادي نوض نمسح العتبه، نمسح العتبه ونمسح الباب، نمسح الباب ونمسح العتبه ونرش شيء قليل امام العتبه، راه دغيا تينشف، مع ماء الورد، مع الحلبه، مع الملحه. الناس اللي عندهم الفاسوخ يضيفوا الفاسوخ، الناس اللي عندهم الفاسوخ ديما قلت لكم خو فيه شويه الماء ساخن باش يرطب، هذا جديد. اذا غادي ناخذ شيء قليل، ناخذ هذاك الماء اللي خويت عليه، غادي نضيف الفاسوخ، غادي نضيف الفاسوخ، ناخذ الماء ديالو. هانتوما الفاسوخ، غادي نضيف ليه الماء ديالو، وغادي ان شاء الله نقرا سوره الزلزله. غادي نحركها مزيان، غادي نحركها جيدا، ونخليها ليله كامله حتى العتبه، حتى الصباح نوض مع الفجر او مع الصبح باكر، ونمسح الباب، ناخذ واحد الزيف ديما يبقى الباب العتبه، حيت هاد القنينه غديريها واحد المده ديال 11 يوم ولا حتى شهر، المهم مسحي بها العتبه، لان سوره الزلزله تزلزل اي سحر كان، اما يكون سحر التمريض او سحر المشاكل او سحر الولاد ما يقراوش، او السحر يكون سحر الخصام بين المرأة والزوج. اذا الناس اللي ما تيخافوش الله يقدروا يديروا اي حاجه، ولكن اصعب سحر هو سحر الاكل، سحر الاكل اللي تاثر على الجسد وتمرضها وتخليها فانيه، ما عندهاش حتى القوه باش تدافع على راسها. تنقول حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. اذا الله سبحانه وتعالى قادر يعطي لكل واحد المبتغى ديالو، ولكن الا كان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى غادي يرفعه. ولكن ديما نحصن راسي بآية الكرسي، ونقرا سوره الرحمن كل ليله، وغادي ربي غادي يشافينا من جميع الاهوال. اذا الله سبحانه وتعالى تيعطينا الابتلاء باش يرفعك درجات ويزيدك حسنات ويمحي عليك سيئات. اذا الله كريم معك، ما بغاش يتقلك بالذنوب، ما بغاش الله سبحانه وتعالى تطهري في الدنيا قبل الاخره. الناس اللي مبتلين سعداتهم لا في المرض ولا في اي حاجه، الابتلاء من عند الله تيجازيك به اضعاف اضعاف ما تتمني. اذا احبابي لا تتجروا من الابتلاء، لا يكون سحر ولا عين، ولكن ما تنسوش التحصينات ديما، ما نخرج تكوني خارجه، تكوني رايحه لاي مكان، نحاول انني نحصن نفسي بالاذكار وبآية الكرسي وبالفلق والناس، وايه اللي تنقول لكم ديما قراوها، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين قتال، وكان الله قويا عزيزا. ديما نقرا هذيك باش ترد عليك اي حاجه غدرك في حياتك، وفي نفس الوقت ترد السحر الى صاحبه. غادي نخليها ليله كامله، بعد ما انني جمعت كلشي، الملحه والحلبه والفاسوخ. الناس اللي عندهم الفاسوخ، الناس اللي ما عندهمش الفاسوخ ما يديروش، الحلبه راه كافيه باش انني غادي ان شاء الله نحاول انني نتقب هاد ماء الورد من هنايا، ونرش بها العتبه، ونرش بها ونمسح مزيان هذاك الماء
باش ما يعرضوش عليه، ولكن العتبة نخليها مبلولة شيء قليل باش أن الله سبحانه وتعالى يرفع عليكم الضر ويهز عليكم أي حاجة ضراتكم. أحبابي وأحباب شافية المغربية، تنتسنى منكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتعرفوا الوصفات اللي تنحط، لأن جاي الوصفات إن شاء الله تقالوا مزيانين، ونعاونوا بعضياتنا، نتوما تتعاونوا القناة وأنا تنعاون الناس، إذن كلنا محتاجين لبعضياتنا، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.